السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا النهاردة شروة جمبري جبناها من اسكندرية. جمبري حجمه كبير شوية. كل اللي هعمله ان انا هقصه دلوقتي من الظهر زي ما انتم شايفين بالشكل ده بالمقص. هنعمل الجمبري النهاردة بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا، ودي اكتر طريقة انا بحبها للجمبري. زي ما انتم شايفين هنقص الجمبري بالشكل ده بالمقص، وبعد كده هنبتدي نطلع اللي هو الخيط الرملي ده، او معرفش بيقولوا عليه ايه، اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. ده كمان بالذات بيبقى موجود في الجمبري الكبير، ده لازم يتشال لانه غلط جدا ان انتوا تطبخوا الجمبري بيه، لانه ممكن يعمل مشاكل وترسبات في الكلى وحاجات كده، فضروري جدا جدا ان هو يتشال. هعمل معاكم واحدة تانية كمان زي ما انتوا شايفين من تحت الراس بالشكل ده. اظن الموضوع واضح جدا بالمقص. هنبتدي نشيل برضو اللي هو الخيط الرملي ده. الجمبري لما تيجوا تغسلوه يعني يدوبك بيتشطف بالمية بس، ما تحاولوش تحطه في خل علشان اللحم بتاعه ما يتهريش وتحسوا ان هو بيجلد كده شوية. بس كده انا عملت معاكم اتنين اهم. زي ما انتوا شايفين هو ده الخط الرملي اللي احنا بنشيله من الجمبري. ولو انتوا عايزين تشيلوا الراس بتاعه الجمبري تمام، حسب رغبتكم، بس انا بحب اعمل الـ يعني الجمبري بيه. هجيب بقى حله كبيره شويه زي ما انتوا شايفين، وهبتدي احط فيها الجمبري، وهبتدي استخدم شويه خضار. لو استغنيتوا عن اي حاجه فيهم هتفرق في الطعم كتير جدا. دي الخضار اللي انا هستخدمه. انا معايا حزمه كرفس، وكمان معايا واحدة حباية فلفلية رومي اللي هي الأصفر والأحمر والأخضر، يعني ثلاث حبات حباية من كل لون. ومعايا بصلتين، يفضل يكون البصل الأحمر. ومعايا شوية فلفل حامي كده حلوين، وحبيتين طماطم بس ما تزودوش عن كده. كمية الجمبري اللي أنا هستخدمها النهاردة حوالي 3 كيلو إلا ربع، فلو انتوا هتستخدموا كمية اقل هتقللوا في كمية الخضار شوية. هبتدي اعمل ايه بقى؟ طبعا بعد ما غسلت الفلفل، وحابة اقول لكم حاجة، الجمبري لو ما اتاكلش مشطشط جدا ما بيبقاش حلو. طبعا كل واحد ورغبته، بس لو انتوا ما فيش عندكم مشكلة ان انتوا تاكلوه مشطشط بيدي طعم احلى بكتير جدا جدا من ان هو يبقى مش حار. هقطع الفلفل زي ما انتوا شفتوا كده اتنين، والبصل هقطعه تقطيع عشوائي جدا. الاكله دي حلوه قوي لو انتوا في مصيف كمان تقدروا ان انتوا تعملوها، سهله جدا مش هتاخد منكم اي دبكه. وزي ما انتوا شايفين خلاص انا قطعت دي اخر جزء في البصلتين. هبتدي اقطع الخضار كله تقطيع عشوائي، يعني ملوش تقطيع معين. الفلفل طبعا شلت اللي هو البذر اللي فيه، وهبتدي اقطعه شرايح عشوائيه برضو، يعني مش لازم اللي هي تبقى الجوليان اللي واخده شكل كده، يعني براحتكم. بس هقطع الفلفليه الصفراء، وكمان نفس الموضوع الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. حابه اقول لكم حاجه، ممكن حد يقول لي طب انا لو ما عنديش فلفل الوان اقول لكم ما تعملوش الجمبري بالطريقه دي، لان فعلا فعلا الفلفل الالوان بيفرق في طعم الجمبري بالشكل ده جدا جدا جدا. انا مره عملته من غير الفلفل الالوان طعمه ما طلعش زي ما انا بعمله بيه، لان بيدي طعم معسل حلو جدا. الطماطم كمان هقطعها برضو شرايح مش كبيره، وما تزوديش في الطماطم عشان ما يقلبش معاكي زي الطبيخ كده، لكن هو ضروري جدا ايه يدوبك هو زي ما احنا حطيت على الكمية اللي هي 3 كيلو لربع حبيتين طماطم. لو انتوا هتعملوا كمية اقل تقدر تستخدمي حبية طماطم واحدة، ولو هتستخدموا مثلا نص كيلو او كيلو جمبري يعني تبقى حبية طماطم مش كبيرة. هقطع برضو كمان الفلفل الرومي تقطيع عشوائي برضو جدا، ملهاش يعني تقطيع معين، لان كل ده هيدبل خالص في حلة الجمبري. هتقدري تعملي الاكلة دي سواء حلة او في صينية، انا المرة دي هعملها لكم ايه في حلة. بالنسبة للكرفس زي ما انتوا شايفين انا هحاول ارطف الورق بتاع الكرفس، بس مش هاخد اللي هي العيدان بتاع حزمة الكرفس.
اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الكرفس عشان الورقه بتاعته كبيره فبتبقى القرطفه بتاعته سهله كده زي الملوخيه، بس مش هينفع خالص ان احنا ناخد العيدان ونحطها في صينيه الجمبري، في التقديم هتبقى مش ظريفه ابدا. انا خلصت خلاص الحزمه كلها، هبتدي. بصوا بقى دي طريقة تقليب الجمبري عشان بس ما يتهريش او يحصل اي حاجة. هنبتدي نمسك سواء الصينية او الحلة بالشكل ده، هتلاقي كله اتقلب مع بعض. تمام، هنبتدي بقى ايه نتبل الجمبري. انا هحط دلوقتي ايه يعني كل واحد برضو حسب رغبته، حوالي معلقتين ونص صغيرين ممسوحين ملح، والكمون طبعا المعلقة دي صغنونة قوي يعني يعتبر معلقة صغيرة كمون، ويعتبر نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وسنة شطة بسيطة بس كده. يعني انا حطيت برضو حسب رغبتكم. البهارات دي بهارات انا واحنا في اسكندرية جبتها من واحد بتاع بهارات جنب المحل اسماك الكتعة، عمل لي تتبيله بهارات حلوه جدا. ما تستغربوش انا هحط منها معلقتين كبار، لان هي مش بتبهر جامد يعني مش بتعمل تبهيره السمك جامد، بس خطيره يا جماعه، جميله جدا. ومرقه الدجاج كنور دي اللي انا كنت عملت لكم ريفيو عنها في قناتي الثانيه، هحطت منها حوالي نص معلقه كبيره ورشه زيت، ومعايا كمان دول ثلاث ليمونات، هبتدي اخد العصير بتاعهم بدون البذر. يعني هعصر الثلاث ليمونات بس كده، بس دي خلاص اخر فص في الثلاث ليمونات. بس مش هنضيف خل، محدش يضيف خل علشان الخل هيهري الجمبري. وزي ما انتوا شايفين هقلبه بنفس الطريقة اللي انا قلبت بيها المرة اللي فاتت وعملته من الناحية التانية، بس ما تحاولوش تقلبوا الجمبري باي معلقة او بايديكوا حتى او اي حاجة، علشان كمان ممكن الجمبري بيبقى فيه حاجات كده ممكن تعور. هسيبه ساعتين في التلاجة وبعد كده هبتدي ايه اسويه. معايا دول ده توم انا مخزناه في الفريزر، يعني ممكن نقول فصين توم بالظبط ايه انا حطيتهم على الجمبري. بس خلاص كده هبتدي بقى اجيب كوبايتين مية وادلقهم كده من الجنب، وعلشان ابتدي اسوي الجمبري. الجمبري ما بياخدش بالظبط يعني الكمية دي ربع ساعة على النار، وهتبص تلاقي الخضار استوى والجمبري بقى قمر، وما تحاولوش تقلبوا الجمبري خالص. كل اللي هتعملوه ان انتوا هتغطوا الحلة وبس كده. ايه رأيكم في اكلة الجمبري دي اللي على البحر؟ عملنا شوية جمبري بجد خطير جدا، انا بحب طعمه بالشكل ده، شايفين شكله ولونه قمر. ويا رب تكون طريقتي النهاردة عجبتكم، جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. سلام.